السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا قناة جيمر جيت. اليوم راح نشرح ان شاء الله عن التنين هذا، حول الجلتش حقه هذا التنين، كيف تجيب المواد حقته، وكيف يعني كيف تجيب التنين نفسه. التنين مرة سهل، اضمن لك في ساعتين راح تجيب البيضات حقته. موضوع داكن كوين بحط لك اشعار فوق كيف تجيبه، هو الفلوكس وكذا. الاخضر هذا والشيء الثاني اللي تجي موجودين في منطقة تخش عن طريق اطلس، وتجي هنا لمنطقة ال5000. ما تحتاج تروح منطقة ال10000 والاشياء هذه، فخش منطقة ال5000 لحالها. فبمجرد انك راح تخش هناك، انصحك لو معك قنابل كبيرة انصحك انك تستعملها، بحيث انك راح تقدر تجمع بشكل مرة سريع. زين، شكل البيضة حقت التنين جديد، هذا شكل البيضة حقته زي ما تشوفون هناك. انا راح اسوي زوم عليها بحيث تكون واضحة لكم وهي تتحرك كذا. المواد حقتهم يعني اذا كان عندك قنابل كبيرة زي هذه حطها في بين شوفون زي هناك. انا بروح هناك زين، تحصل كهف. خليكم من الاشياء هذه اللي قدام، هذا فيه هنا مواد حلوه كسبوا عليها. في جكه مليان مليان موارد، مليان فل. وانصحك تسويها انك تجمع حق التنين هذا، اذا تبغى تجمع في استخلال ساعتين انصحك انك تسويه في يوم الدراجون كوين اللي هو يوم الجمعه. ممتاز، هذا في اليوم ذا اضمن لك راح تجيبها يعني بشكل مو بسريع، اللي بعد السريع نفسه، اسرع من السريع نفسه. خلال ساعتين يعني راح عندك، اذا كنت اسرع من كذا فانك بتجيبها يعني بشكل اسرع. فانا اشوف هذا من التنانين السهله اللي اعرفوها جديده. فالتنين الثاني صعب شوي فبخليه بعدين، فالتنين هذا اسهل بكثير. فخلينا نشوف الكهف الحين، نشوف وين الكهف. هو حاليا يكون هنا حواليك. فخلوني اذا لقيت الكهف ان شاء الله نكمل. زي ما تشوفون هذا الكهف، انا توني ماشي هنا في المنطقه الحمراء هذه وحصلت الكهف. شوفوا كيف طب على طول يا ابوي. اول شيء اقتل الكلب هذا، ان هذا بيغثك مره بيغثك، فاقتله. اول شيء تقتله زي هذا المعفن الثاني، لانه بيصير بيطلق لك طلق على الشات يجيكم فوق. فتيجي انت هنا على طول ارمي القنبله الكبيره ومشي اللي بعدها، ارمي القنبله الكبيره لين يجيك تحت كلام ان خلاص بيجي لك البيضه هذه. فنشوف احنا حاليا هنا ممكن تطلع لنا البيضه او لا. شوفون طلعت لي حبتين تحت، شوفون طلعت لي حبتين. فلو تجي تفرغ مره ثانيه هنا تجي ترمي، بس ارم كذا كبيره ودزها ما عليك. ارم هنا وامشي، فهي طلعت الحبة. شوف بسرعة بتجمع، يعني بتجمع قلت يعني بسرعة راح تجمعها. استخدم القنابل الكبيرة بس ودوس هنا واحدة وحط هنا واحدة. شوف هنا طلعت حبة ثانية بعد. فأقول لكم موضوع إنك تجمع ال100 حبة هذه مطلوبة منك بتجمعها سلام سلام. أنا توني لاعب عطوا جمعت 9 حبات يعني بشكل مرة سريع، يعني خلينا نقول بسرعة صاروخية مرة، فهمت؟ فهذا هو المورد عندك، الاخضر هذا هو، وهذا هو الثاني الزهري. لان هذا يجيك من حبه حبه، هذا بيطفشك لان تجمعه، طالب منك 500 حبة منه، وهذا ثاني طالب، والاخضر هذا طالب منه حوالي 4000 طالب منه. فان شاء الله وانت راح تجمع حق التنين، فاضمن لك وانت بس تجي كذا تم القنابل الكبيره هذه وتجمع، اضمن لك انك راح تجمع ال 4000 هذه سلام سلام، ما راح تتعب فيها ولا اي شيء. يعني شوف انا كل قنبله ارميها اخذ 15، فاضمن لك انك راح تجيبها بشكل مو سريع اللي بعده، يعني حتى ما راح تتعب فيها كثير مره. يعني شوفون كيف ها عندنا 3 حبات، شوفينا في كثير هنا. شوفون كيف، بس ارمي الكبيره ذي واضاعت في السليم على طول. واحدة هنا واحدة هنا بعد ما طلعت، بيطلع الزبدة
ان على كذا التومي هذه كلها انت قاعد تسويها فبيطلع لك غصب يعني. يلا يا ابوي اطلع مره ثانيه. شوفون هنا كثير هذه يعني، عندنا خيار مهم قوم يفهمون جنبك، فممكن يعني انا ما ادري شو زاني او شيء لكن جاني شيء. طيب شوف من تحت عطاني، بس يا اخوي اللي قاعد يفهم هناك شبان جاني بيضة التنين يعني. شوف الحين كم جاني الحين عندي، جتني الحين 17. فموضوع انك تجمعها موضوع مره سريع، فاذا جمعت الاشياء هذه كلها بحطكم اشعار حق موضوع دراجون كوين. فخلونا نرجع نشوف وش ناقصنا، وخلونا نعرف نص على التنين نفسه عشان حول. والله تعليق حق المنطقة دي زق كذا يطف يجيبك الهم، انك عندي الحين لو ضغطت سهم فوق ما راح ترجع الهب هذا اللي انا بيه، راح يرجعك الهب حق الجيود، فلا ترجع عن طريق السهم فوق. افتح اطلس واختار المنطقة اللي في النص ورجع لها. ممتاز. طبعا اذا رجعت هنا تجي عند الشاب اللطيف اللي هو هذا، وننزل على ال شيء ذا يا اخي عندهم لاج هذا غبي يجيب بالسماقة في الواحد. فتجون هنا هم مطلوب منك عفوا 3000 من الاخضر هذا و500 من النيتو، وطلب منك 25000 فلوكس، 300 دراجون كوين، و100 حبة من بذرة التنين. فانصحكم زي ما قلت لكم تسويها يوم الجمعة، انا حاليا سويته، فابغيكم كيف شكله وكيف يعني الشاب يعني كيف يكون شكل الشاب اللطيف هذا وكذا. فنجي هنا موضوع نحط الشؤول، نجي هنا عند التنانين هذه، واتوقع بيكون تحت هو اخر شيء. يب هذا هو زين، هذا هو التنين، يشبه تنين حق التنانين الاسطورية، تنين الموية يشبه له. ممشاه غبي كذا نوعا ما، ما يهم، اهم شيء اذا انت شخص تبحث عن الماجيك فايند ف اشوف ان شيء مره كويس يعني. زي ما قلت خلينا نشوف وش يعطينا من ايش بيعطينا الخواص اللي فيه يعطينا زي كذا. فخلينا نشوف كم ايش راح يعطينا. يقول لك راح يعطيك 1000 ماكس هيلث، وبيعطيك 300 اتاك سبيد، وحيعطيك 0.2 0.2 كريتيكال هيت، و250 فيزيكال دامج، و50 ماجيك فايند. ممتاز. و250 نقطة في عالم الجيود، مستحق الجيود يعني، فبيدفع عندك المستحق يعني دفاع مرة جيد. فطلقة الغريب فيها انه ما لها صوت، تسمعون؟ ما في صوت. تطلق طلقة كذا بعادة التنانين الثانية. لو تطلق شوف الحين انا الحين بغير التنين، بحط تنين هذا حلو، ابطلق اسمع. لو شلوها غريبه، يمكن جلتش من اللعبه، صار في مشكله خطا ان شالوا صوت الطلقات. بس دقيقه الحين بحط تنين ثاني. دقيقه في تنين هنا، لا فيه هون. فبعض التنانين ظهر صار فيها جلتش او شيء او فيها خطا من اللعبه وانشالت، لكن التنين ذاك اللي هو هذا حقنا اللي احنا نبغاه ما فيه صوت في الطلقه حقته. هدوء يعني، انت بالعالم متعود ان هذا الصوت، وهذا الهدف فيه صوت انفجار طوف كذا انفجار، فهذا ما فيها. غير طلعت والله، في يمكن لازم تكون قريب منها، يمكن جلتش من اللي اتوقع انه جلتش في الغالب. لكن عموما ان شكل التنين حليل يعني، مو هو بذاك الشيء الفخم مره، لكنه يعني اشوف انه كويس. نحط الابك بوز نشوف، والله حليل الشاب اللطيف هذا. فاتمنى ان المقطع عجبكم. التنين مره سهل يعني، ما حياخذ من كثير. فأتمنى المقطع عجبكم، يعطيكم الف عافية في المتابعة. اللي ما اشتك يشتك، فخاصة تنبيه
وتابعوني خلال الايام الجايه، لان خلاص ابى احدد يوم حق توزيع الطقم حق السلبه حق الجيف اواي، فتابعوني عشان ننزل على طول من الجيف اواي هذا، وان شاء الله كلكم تتابعون ان شاء الله، و نشوفكم ان شاء الله في مقطع جديد. سلام.